هاي. زلغوطة حركة لولبية بتقوم فيها النساء عادة بتحريك السنة، فبيعلى الصوت وبيسمع القريب والبعيد، وعادة بتكون الزلغوطة بالمناسبات السعيدة. للزلغوطة أسماء مختلفة: الزغرودة، الزغروطة، الهلهولة، اليباب، والغطرفة، يلي تستعمل بدول الخليج العربي، وبالشام تتسمى المهيهات وبتعني الدعاء. كلمة إيها سريانية معناها تباركت، أما كلمة ليش يلي بتنتهي فيها الزلغوطة بتعود لتقليد وثني قديم بتمثل بالغناء الجماعي للإلهة طلباً للرحمة والنجاة والسعادة. يطلق على الزلغوطة بالهند اسم جوكار، وهي إحدى الموروثات القديمة وبيعود أصلها لولاية بنغال شرق الهند. يعتقد الهنود أنه الزلغوطة بتطرد الطاقة السلبية من الجسم. مين قال أنه المؤرخين بيختلفوا حول بداية ظهور الزغرودة، ولكن على الأرجح هي إفريقية سودانية مرتبطة بالانتصارات وانتقلت من خلال الغزوات والغجر. أنا قال أشوفكم بكره.